بجوجو وبمشوا مع الاقليمهم. عرفت كلامي؟ فايها الجنجويتي وايها الرباطي وايها المطبلاتي، اما ده استسلم، حباني استسلم، هاي ويي 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 حباني استسلم. دقيقة نجيب حباني، حباني استسلم هنا، حباني استسلم، حباني استسلم. طيب دقيقة وينو حباني؟ جاني بكى وجاني اشتكى، بكى وجاني اشتكى حباني، يعني حباني 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 جوا حباني حباني استسلم. كيفكم في كل العالم؟ تحيروا اي شيء يا اخي في النهايه كيف السودان؟ ما ممكن نخلي ماليشيا تحكم دوله، والماليشيا حتعمل شنو في النهايه؟ الماليشيا عايزه تعمل ال دبليو، تعمل دوله مملكه ال دبليو، ما تعمل مالك مالك. انت مصدق انه الدعم السريع ده في عصارة؟ ما هو الدعم السريع ده اللي كتلنا كاخواننا في قدام القياده العامه، انتوا ناس مجانين ولا ما بتفهموا؟ الزول اللي اسمه خالد يوسف ده، خالد السيد ده زول اطرش، زول اطرش، ومع وجع في الحزن الناس طرش، لا بيعرفوا استراتيجيه، لا بيعرفوا دوله، لا يا اخي انت ده بتحارب الجيش، ده بتحارب الدوله كلها. انت ده بتضغط اي دوله انهارت بعد انهيار الجيش، اي دوله في الدنيا، العراق انهار مع انهيار الجيش، ليبيا انهارت مع انهيار الجيش، كويس اليمن انهارت مع انهيار الجيش، دي حال الدنيا، ما في دوله تكون من غير قوه باطشه فيه. احنا بنقول للناس يا اخوان الجيش انواع شعب، اي اخي الجيش ده فيه جاء 60,000 غايه كعب وجو 60,000 نفر غايه كويس، ده القيادات بتمشي وبتيجي، بينزل معاش برهان بينزل معاش، غيره كباش بينزل معاش، ده كلهم بيتغيروا كيزان ده بيصفوا من الجيش بالفتره العمليه بيصفوا. يا اخي نحن ممكن نعمل دوله جديده، كويس؟ انتوا عارفين الجيش ده كان فات الليله او حصل فيه حاجه؟ الليله اليوم ده، جيشكم ده كان فات؟ ها؟ 300 سنه. مملكه ال دبليو 300 سنه في السودان. 300 سنه. تكونوا عارفين القصه؟ الناس ما دي 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 من حياتي، ما فيها لعب، ما فيها اي هزار، ما فيها اي مجادله، ما فيها بتخوض خيارات. فقوس في خيارين هسه حاليات قاعده تدير، يا الدوله السودانيه كويس بجيش بيقع وبيجيش، احنا عارفين جيش تعبان وسيء شفته وتغول على السلطه دي كثير، والحياه دي كلها عارفينها، ما في غير معارف. يا اخي في النهايه ده هو منظم، وده جيش في النهايه اللي لك الناس، الجيش اللي بيضف في الشارع كويس، بيسوقوك وبيضوك راس الاستخبارات، بيزينوك، بتفكر، بتتحاكم. مليشة مليشة قال لك حبيبتي دي مليشة، ما شوفوا ما شوفوا البسمات دي، الزول ده ما كان بيتبسم لنا بيتحرف لنا قدام القياده العامه وفي النهايه قتلنا. يا اخي شوف الزول ده انقلب كم على النفر، اتقفل انقلب على المشيد السواو، وينقلب على الكيزان اللي جابوه، وينقلب الان على البرهان، وينقلب على حريه التغيير قبل كده، وينقلب على حمدان قبل كده. انت تقول من خالد يوسف، انت تقول له بس الحمد لله ده كباشي استسلم، كباشي ولا اسمه حباني، حباني قال يا جماعه هو يا خير اجيب نجيب مع الشعب السوداني، مع الشعب السوداني البطل، انا اجيب مع الشعب السوداني البطل 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 البطل. يا اخي ما رجع، ها انا ذاك المر، ذاك الاهانه، ذاك الذل، ذاك الذل بتاعت معسكرات النزوح واللجوء، اضرب ضربه من حديد يا جيش قدام، بس نتفق بعد ذاك مع الشماليين نفس البلد، اي دول يشيل محله يمشي يا زول. خوي ده كلام فارغ ساكت يا زول، انا عشان كده موقفي ثابت، انا موقفي ثابت ضد الجنجويت وضد الرباط وضد القتله. نمشي قدام المطبلاتيه، نجيب المطبلاتيه، نجيب المطبلاتيه. طيب ابو رهف وينه يا جماعه؟ ابو رهف وينه؟ طيب ابو رهف، طيب ابو رهف، المطبلاتيه اللي واقفين مع الدعم السريع كلوها الليلة، لو ما يندقوا ولا بكرة يندقوا ولا بعد بكرة يندقوا خلاص، هو فرتك وهو لستك بعد انتهت، بعد الموضوع انتهت، الموضوع انتهى. طيب حول ليه يا جماعة؟ حول ليه أبو رحف؟ أنا ما أعرف أبو رحف فات وين، حول ليه يا جماعة؟ حول ليه؟ أنا ما أعرف أبو رحف ده طار وين يا جماعة. طيب تحياتنا يا جماعة، تحياتنا تحياتنا تحياتنا. أنا ما أعرف أبو رحب دفعت وين يا جماعة. أيوة يا هدى، يا هدى جيش واحد شعب واحد، بس يا هدى يا المصادر العسكرية السودان كتكون
تكون بأجل خسارة. إنه بنبقى الطيارات بروبازون ده من خرطوم ماخر. ما انت لو كان خليتنا خير عصر الشير ده. الله يطلب على الجنة لما انت لما لما انتهيت منه كانوا شاهدوا فيه 1200 مبروك ابو عرف تحياتنا قدام بس. الجنجبيت اكلها الجنجبيت اكلها. طيب دقيقه نشوف نشوف هنا نشوف هنا. طيب نشوف هنا في ناس اتصلوا علي. هاي ده جبته انا ده انا جبته. كبر الرجال كبر الرجال. طيب دقيقه نجيب ابو رهف ده ثاني في مقطع. ابو رهف طبعا امبارح طلع اربع لايفات اربع لايفات دي. نشوف الزول ده برضه قال لي شنو. بالنسبه لنا في 19 من شهر 7 معنويه كبيره جدا ان شاء الله تعيننا في اداء مهامنا. طيب دقيقه هنا. طيب نشوف هنا برضو عندهم انتهت هنا. دير المطبلات هي حباني ده رجع حباني ده رجع حباني رجع حباني رجع حباني بقى معانا حباني بقى معانا حباني بقى معانا. طيب دقيقة حباني ده بقى معانا. قفي مروي يا زول مروي 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 مروي. تحياتنا للناس مروي تحياتنا للناس مروي. وين يا جماعة أبو رهف ده خلينا نجيبه شوية. أبو رهف لو أنت قاعد في اللايف على كده تعال لنا تعال لنا سخن لنا اللايف ده شوية يا زول. هو يا زول هو يا زول. امبارح طلع أربع لايفات أنا متابعه. اول حاجه في بيانين للشباب شيء وشيء يا جماعه. انا والله بصنع على الشيخ لان الناس الزمان حدي الحذر ثلاث شهور. الناس الزمان بالشيء كف 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 لما نبدا الشير لا 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 دي 1400 كان 1400 كل واحد ده شير اللايف ده يمشي. اقسم بالله قبل انتهيت من اللايف كان هو 1700 ولا 1600 ما بعرف. انتهيت لما زمان بيقول حنتين اعملوا له كنترول ما في زول بيسمع. لكن الجيش لسه بيرجعوا ولسه الجيش بيرجعوا وبيسودوا وبيمرسان. شيلوا شباب قبل الثلاثة شيلوا الناس صاحية شيلوا شيلوا خلوها تسمع الجديد والزيت. الجديد والزيت القوات المسلحة جات من عبرة وجات من بقية الولايات ومن الخرطوم وكبست من الإفطار. قسما بالله واحد من ضباط الجيش قال لي يا ابو رهف احنا متحركين بعد الافطار مباشره خمسة ساعات داخل مرعب داخل مرعب. وتعال حبيبتي بقى في صلاة على النبي هو طبعا مرعب من الخرطوم ما معروف مرعب وين هو ما ممكن بيسوي الحين بيسوي الحين جديد غدار ما عنده رب ولا دين واي دور بيغتني حبيبتي ايام. لكن يا حبيبتي الرجال واطفالك دخلوها بالسجن حار دخلوها سجن والناس صبرت بما فيه الكفايه وبالذات القوات المسلحه وقلت ادبك وبتختلق في المشاكل وبتتعدى عليهم يا جنجويد يا رباطي. لكن بعد ده وين الملاجئ تطلب صدره؟ دخلوها بالسجيره حام دخلوها الاسود ولع سيجاره في مروي كانت تراجع ولع سيجاره في مروي عشان تتركب عشان تتركب غايد المنطقه. الان قال اذا حبيبتي ولع سيجاره بنركبه اذا في جنجويدي في مروي ولع خليه طلقه خليه طلقه وانه احتل القاعده الجويه. قالوا اذا في جنجويدي ولع سيجاره بنقدده غربال. وانت عارف حجم قوتك الموجوده هناك وعارف القوات دخلت مروي الان لا تسيطر على النطار الحربي ها لله هذا تحكم السودان ها السودان ده حامل حمله شديده خلاص عشان تعاقب انت يا جنجويدي يا يعني البل هذا تركب يعني بل وده اللي احنا دايرينه من زمان. ايوه دايرين الرجال في القوات المسلحه تصحى نعم تصحى انه التاريخ ما يرحم انه التعايش الجديد التعايش الجديد حبيبتي حياتك يا اخي ده البارح كاتبين بال 2024 يعني ده يا اخي ده يا اخي
رايكم شنو يا جماعه؟ رايكم شنو يا جماعه؟ شغل